أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وجزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم في الكفار، أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية. ما يؤمن أكثرهم بالله، أي إيمان بالربوبية، إلا وهم مشركون في الألوهية. وهذا من التناقض، كيف يؤمنون بالربوبية ولا يؤمنون بالألوهية؟ تناقض.